المقابلة كانت صراحة كانت جد صعبة، ولكن حنا استعدينا بحد استعداد كان طري بروفيسيونيل الحمد لله. حاولنا نجيريو أطوار ديال المقابلة، تأتاونا جوج الأهداف اللي كانوا في أوقات جد مميزة الحمد لله. رجعنا درنا البلوك ديالنا سدينا، وخا تمارك عندنا واحد البيت من ضربة الخطأ، ولكن الدراري كانوا فايقين الحمد لله، بقينا صابرين حتى سالا الماتش الحمد لله، خرجنا بتروا بوان. سي نورمال ملي ما كيكونش معاك الكوتش ديالك في التيران شويه كتكون صعيبه، حيت ملي كيكون معاك الكوتش كتكون واحد كيكون واحد المواصله في التيران، هو كيقرا اللعب لو جو ملي كيكون بعيد منك ما، ولكن الحمد لله حتى لاجوان ديالو حتى هو كان في المستوى الحمد لله، وحتى هو حاول يقرا اطوار ديال المقابله وكان تواصل مع اللاعبين والحمد لله. ما كانش شي زعما شي تغيير كبير، فالحمد لله داز داكشي كلشي بخير. وسي نورمال ملي كتلعب ضد الوداد اللي محتل المركز الاول وكتربحوا، هذه راه 3 بوان كتسمى بسي بوان ماشي 3 بوان، يعني راه غتعطيك واحد الحافز كبير بانك تلعب الماتشات الجايين، و حاجه طبيعيه غيكونوا سهل من الماتش ديال الوداد، حيت هذا الماتش هذا طري ديفيسيل. حاولنا اي فرصه اننا نص فرصه تجي ما نسقلوهاش، والريزولت الحمد لله راه كانت بوزيتيف، هذا هو المهم. غياب الكوتش واش ما تقدرتوش بغياب الكوتش؟ صراحه سي عبد الحق بن الشيخه مربي فينا واحد التربيه تربيناها معاه، ديال انه واخا ما يكونش كيكون واحد الاحترام ما بين اللاعبين او ما بين ستاف تكنيك او ستاف ميديكال، كاين بيناتنا واحد الاحترام كبير، هو اللي مخلينا هذا هو سر النجاح ديالنا، سواء كان الكوست سواء ما كانش هي كتبقى بلاصه ديالو كبيره من طبيعه الحال. ملي كيكون معنا كيكون واحد الاجواء زوينه، وحتى الا ما كانش انا كنقول لك بالنسبه للاحترام او داك الشيء هو اللي كيخلي، هذا هو سر النجاح، يعني الفرقه كتبقى ديما بروفيسيونيل والحمد لله. نساو هذه المقابله وفكروا المقابله صافي. مرحبا يا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.